اتفضل يا دكتور. ايه ده؟ دكتور كريم العربي؟ مين؟ انا الدكتور ابراهيم امام، مش فاكرني ولا ايه؟ احنا حضرنا مع بعض مؤتمر في سويسرا قبل كده. الدكتور كريم ابن اخويا، بس هو تعبان شوي. لا واضح واضح، ان شاء الله كله هيبقى تمام. استاذن حضرتك بس اكشف عليه بس. ها؟ اخرج يعني؟ اتفضل. حاضر حاضر. يا حسين، حسين الحقني. يا حسين، ايه في ايه؟ الدكتور اللي جبته طلع يعرف الدكتور كريم. ايه الصدف العجيبه دي؟ وبعدين هجيب له منين حد يعالجه ما يعرفوش؟ هو دكتور مشهور، هجيب له ميكانيكي؟ انا اضطريت اقول له انه ابن اخويا. كده الدنيا اتعقدت اكتر. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا خايف للدكتور ده يجيب سيره لحد من زمايله. مش عارف، حتى لو جاب سيره هو ده هيضرنا في ايه يا ابني؟ ده مخطوف والدنيا كلها بتدور عليه. هعمل ايه؟ اخش اخطف الدكتور هو كمان؟ استرها من عندك يا رب، استرها من عندك يا كريم. الحقن دي تواظب عليها لحد ما تخلص، وياريت تجددها تاني. انت دكتور كبير وفاهم، ياريت الجرعات تخففها وياريت تمنعها خالص. جرعات ايه؟ جرعات يا دكتور، انا مش محتاج اروح لمعمل تحليل عشان اعرف ان دمك ده مليان استروكس. كميه من المخدرات دي كتير ومش طبيعيه، محدش بيعمل في نفسه كده ابدا. ايه؟ مخدرات؟ مش ممكن. اقول له على كل حاجه، اقول له خالد، واقول له هقول لطه انا ما قتلتوش، عشان اقول له زايد 2000. اقول له زايد ما قتلتوش، عشان كده اب مسدس. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.